الله يطرح. ما سألتني أخوي وش يعني سألني؟ لا ما سألتني شو أنا أقول. من هلا المال وهذا الله يسر أمورهم إن شاء الله. أوكي من هلا تفاحت في لابس مثلك عليه من هالمال إن شاء الله من العيال. استغفر الله من هالمال يا أخي منك المال ومن هالعيال. مبارك لهم فهل شو اسمه بارك الله فيك. يا هلا شو احوالك؟ الله يطرح. ما سألتني اخوي. ما سأل. ما لا كاميرات ورا كاميرات ورا. لا اله الا الله. وش اقول؟ الليله هذه ما ننساها. ما اعرف انا كلش ما اعرف. صبر سيدي. تدخلني في الكواليس. مبارك لك الوقوع في القفص الذهبي. واذا طلعت من هالسالفه اذا طلعت من هالسالفه انت صراحه يعني جدها. لا المفتاح ضاع فانت وقعت ما وقع فيه اخوانك من قبل. ما وقع فيه ولد. هذه الليله مولد النبي. لا تحرجني. ما عرفت الا وش يعني سألني. لا وش تبغي شح علي ياك. ما سألت مش انا اقول. بارك للمعرض. تعال بارك للمعرض. قول مبروك يا حسين. زين عطى حمود قول مبروك محمد. مبروك يا حسين. اي معارس مولد النبي. الله يبارك للمعرس يطرح البركة من هالمال ومن العيال. الحمد لله بذلنا الجهد في عرسه ان شاء الله. خليك يبغي الالف حواتنا ولا اعطيناه مشي على الراس. تعبت والله تعبت. لو مو فلوسنا ما عرسها يعني. الله هذا يتكلمون عني. الليلة هذه المعارس لا تخرجوني يا جماعة. لا تخرجوني. لا أنا أعرف حسين يعني موقف صعب تبع بعدين يضحك علي يدري. وإذا أحد الشياب علي ما ردك إلا لسانك. أهم شيء مو بيزار. نصائح مثلا عندك نصائح؟ لا إذا هو محتاج. إذا هو محتاج اتصل ولا عليه كاتب. وين